نحكيو معانا طول الحديث. مرحبا بالناس الكل تلتحقوا بينا على 93. أكيد اليوم نحكيو على عزوف الشباب عن الزواج، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. تناولناه من الجانب دونك الاجتماعي، حكينا على الأربع أنواع متاع المحبة اللي حكيت لنا عليهم نجلة، دونك سلام كيف كيف متاع رنيم اللي أثر فينا بطريقة غريبة وغريبة جدا. رجعنا شوية بتدخل فترة المراهقة وكل بدينا نترددوا شوية نجلة. هذا هو ذاك هو رجعتنا لصغرنا القديم، مش انا كيفهم هما قديم قديم احنا ديناصورات ليه حرام هكا احنا ديما صغار ماناش باش نوصلوا نهار نكبروا. صغرنا القديم الذي ليس ببعيد الذي صحيت وانتي معك قوية في العربية انا نوش نوش. دونك هذا هو موضوعنا اليوم كيف كيف، دونك كل واحد وجهة النظر نتاعو، ودخل زادة معانا مستمع اللي هو حكى وقال اليوم العزوف بالنسبة في نظره هو مفهوم. علاش؟ على خاطر اولا نحسبوها برشا، وثانيا بتتخ زادة اليوم كي خرجنا شوية على الاطار الاجتماعي على الاطار الديني الستاندار اللي كنا قبل في التصويرة متاع الطفلة كيفاش تكون وليد كيفاش يكون كيفاش يبداو يخطوا للزواج من انا عمر من انا هذاك الكل يدخل معناها وعنده بلاصه اللي هو خلى بلاصه كبيره اليوم. علاش؟ خاطر قبل راهو كانوا الوالدين يتجراو ورا صغارهم باش يعرسوا، تو ولاو الوالدين يتجراو ورا صغارهم باش يقراو. هذاك شو حكينا حتى على العقليه كيف تغيرت. دوك تغير العقليه خلى كون الوضع اليوم يمشي مش نقولوا نحو الأسوأ، ولكن اليوم ظاهره اللي هي نجم تقول بين ظفرين تهدد شوية بتاتخ تركيبة الهرمية للمجتمع التونسي. هذا هو علاش؟ على خاطر على قد ما نتزوجوا في سن مؤخر معناها مخر شوية معناها كبير شوية، على قد ما عدد الأطفال باش ينقص، وهذا طبيعي على خاطر نحكيه على حاجة فيزيولوجية على جسدية على هرمونات على برشا حاجات. دونك بعد يلقى روحه الإنسان، تصوروا انت انسان يعرس في 35 سنه يجيب صغير، معناه هو وقت اللي يولي عمره 45 سنه الصغير هذاك عمره 8 سنوات، وقت اللي يولي عمره 55 سنه الصغير هذاك عمره 16 سنه، معناه هو في قمه المراهقه صغيره، ولكن الاب والام وقتها دخلوا ديجا في الشيخوخه في عمر الشيخوخه في المرحله العمريه اللي هي الشيخوخه. دونك لهنا باش تولي فما ازمه من نوع اخر نجله بتات تتخلق اللي هي الازمه بين الاجيال اللي هو دونك لهنا باش نلقاو برشا اجيال منفصله على بعضها نظرا للمده الزمنيه الاعوام اللي تفرق ما بين الاباء عمر الاباء اللي هو يفرق برشا كبير ما بين العمر بتاع الابناء، واللي لهنا فما خصوصيات عمريه ما نجموش ان معناها نفهموها، ما نجموش نعطيوها قيمتها، ما نجموش نتعاملوا معاها. دوك يظهروا بعد بتدخلها زادة هذية تنجم تولد مظاهر اجتماعية أخرى في صفوف جستمون الأجيال القادمة. لكن احنا الحاجة اللي نجم نقول هي باهية، الحاجة الباهية اللي احنا المستوى نتاع الوعي الثقافي والاجتماعي والناس ولات فاهمة الموضوع من الزاوية اللي انت قلتها. هذاك علاش نلقاو احنا برشا والدين اللي يسعوا للتأقلم مع العمر نتاع صغارهم، يسعوا باش يفهموا صغارهم في المرحلة العمرية التغيرات الاجتماعية التغيرات الفكرية التغيرات السلوكية. عارف اللي هو صغيره ماهوش مش يربيه كما هو تربى، خاطر يقول سيدنا علي كرم الله وجهه لا تربوا أبناءكم كما رباكم أباؤكم فإن زمانهم غير زمانكم. فما ناس مقتنعة به وفهمتها، ودونك نجم هذاك علاش أنت تنجم تلقى خالك ولا عمك ولا جدك أقرب لك من بوك وأمك وفهمك أكثر ومتفاعل معك أكثر، خاطره حدث نفسه فورما روحه عمل ترانسفورماسيون واكب العصر عمل تأقلم تأقلم حداثة فكرية ولا حداثة فكرية فاهم الدنيا باش ماشية فاهم الوضع فاهم الصغير. دونك احنا عنا اما زيادة راهو زيادة على اللي انت قلتو التأخر عن سن الزواج من الناحية الاجتماعية والمادية، ما ننسيوش الناحية النفسية، النسوة اللي عندها نوع من الخوف. الخوف من الفشل راهو يخلي برشا عباد توخر، الخوف بالكش ما ننجحش، الخوف بالكش ما نوصلش، الخوف بالكش ما نتفاهموش، الخوف مصيري يمشي للأسوأ نمشيش نتخذ قرار مش صحيح، خاصة الخوف وهي تحسها مسؤولية، خاطر قبل
قبل باش يتبدل بعد الزواج باش يعمل لي حاجه وخاصه اللي احنا قبل كانت العائلات تزوج من بعضها البعض كانت العائلات تاخذ معناها حتى كي مش يكون فما مشكله ولا فما ما كنتي توا لا توا كل شخص مش يرتبط بشخص برضاه واختياره الشخصي اول كلمه مش تسمعها من بوك ومن امك راك تتحمل مسؤوليتك دوك ديجا ريتها انت هذاك يعمل خوف حتى في اللاوعي نتاع العبد يبدا عنده اكل خوف نمشيش نفشل نمشيش ما ننجحش نمشيش اختياري خايب يمشيش اختياري مش صحيح لي زونكواس ولي زونكواس هذوكم يخليونا نوخروا من الخوف نوخروا من رده الفعل الاجتماعيه نقراو برشا حساب زاد الناس احنا عندنا برشا عباد ما يخرجوش في الرهاب الاجتماعي راهو هذا فوالا رهاب اجتماعي دونك نلقاو هو زاد دومينون في الموضوع نتاعنا عنده وزنه توتافي ويدفع له يعطيك الصحه نجلة هذا التوضيح يقول لنا زاد المخرج معنا مكان ما هاتفين نستقبلوه مع بعضنا الو على السلامه مساء النور مساء الحب مساء الانس والصفاء اهلا وسهلا بسيدوده الغاليه شنحوي الكلل عايشك مرحبا مدام سونيا يعيشك عزيزتي مرحبا مدام نجلة مرحبا 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 برشا مرحبا عزيزتي شنحوالك ان شاء الله تكون انت بخير وصحتك بخير وديما نسمع صوتك الباهي معانا يعيشك عزيزتي ربي يخليك مرحبا رنوش مرحبا نور اهلا بك مرحبا احمد وكذلك محمد سيف الدين بولاريس ومرحبا انوتانوسا امس يعطيك الصحه مدام سيده تفضل عايشك الله يخليكم الله يخليك عايشك شكرا موضوع عجبك الموضوع ساعه ولا ساعه انت تو تضحك من بكري كي جيت انا هكا كانك هكا نوعا ما مين يكلبتي بالعكس انت ماكش ترى في زور طالعه زوزي ظهره يا مدام سيده اكيد لا ديما نضحك ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ديما ايامتنا ضحك يا رب ان شاء الله ان شاء الله ديما ايامكم كلها ورديه وضحك وحب وكل شيء. قولي يا عزيزتي رايك على السوجي الساعه نتاع اختيارنا الساعه للموضوع عجبك ولا لا؟ حلو موضوع يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. العزوف عن الزواج والله في العديد من الاسباب. اولا هو السبب الاول الساعه الدراسه كانوا معناها ما يهمهمش حتى توصل البكالوريا ساعات تكمل ساعات تكمل وهي مازالت ايتيدونت وتتزوج بل كانوا لكن تو اللي تقول لك تحب نقرا حتى تقرا حتى الجامعه حتى تاخذ الماستر وحتى مبرشوع وهو بعدين الحاجه اخرى زاد كذلك نشوفوا مدام سونيا تو اللي حتى هو 40 سنه كان مازال ما لقاش مازال في البطاله مازال ما لقاش خدمه حتى كان يلقى حاجه مش على قده معناها ما بينجمش اللي باش يكون بها اسره وباش استقرار ودار وصغار ما ينجمش الانسان انا وقت اللي باش يتزوج يوصل ساعات قداش يفوت الكاروف باش يلقى خدمه هذا علاش يعني العزوف عن الزواج ولكن انا راه والله مش حاجه معناها مش سبب مقنع ممكن اللهم اللي ما لقاش خدمه بالكل معناها هذاك يمكن اما الانسان ينجم راهو شويه شويه بالحب ينجموا يعيشوا خاطر احيانا ساعات اما يلزمنا نعرفوا شكون نختاروا صحيح اذا كان نختاروا بعضنا على حب ويكون اختيار صائب ويكون اختيار صحيح معناها يكون مبني على حب معناها واختيار يكون اختيار لكن الوقت انا ما سالش انا مش لازم نشري انا وياه معناها انا نشري حاجه ويشري حاجه مش لازم نشري صيغه معناها نجم يلبسني خاتم كهو تولي ما عادش فما حسبه معناها بيناتهم ما عادش حتى صيغه بلاكيور شبيه يعرفوا عليك انت كي تبدا لبستها شنيا المهم انت تساعدوا بعضكم خاطر بالحب كل شيء كل شيء راهو اما باش نبداو لا وكيفاش باش نجهز كيفاش باش نشري وقت باش الموبيليا بقداش والصاله بقداش يعني كي تبدا تحسبها باش تحسبها ما تنجمش تتزوج هكاك تولي تبدا تحسب مخو ما عادش الواحد يولي سلمي بالتفكير ما عادش ينجم اما ما تفكرش انت احسبها وخليها سهله سهلها الحكايه اما المهم
يلزمك تعرف اش تختار، بس على الاقل كي تضحي كي تعمل تضحيات يا فتاه على الاقل تكون تضحيات بقعتها. صحيت ما تقولش يا ريت اللي عملته الكل، يا ريت ما عملت هكا، يا ريت ما عملت هكا. تضحيات يستحق الشخص المقابل، الطرف المقابل يستحقك الشخص هذاك، يستحق تضحياتك. اما اعرف شكون تختار. والله شويه شويه بشويه بشويه تتجهز الدار، مش لازم حاجه كبيره، طاوله للكوجينه باش علاش نفطروا، في تقعاد باش نقعدوا، مش لازم صالون. يعني شويه شويه بشويه بشويه تولي انت تخدم وهو يخدم، شويه بشويه تكونوا معناه، او حتى الصغيرات شويه بشويه. عندي مش ليلو ما عنديش من نعوده، نعوده بك الصغير متاعي، نعوده بالقناعه. مش كل شيء لا يلزمني توا يا ماما تشريها لك الحاجه، لا يلزمني نعوده هك الحاجه عندي نجم نشريها لك، نجم نشريها لك. صدقني يعيشوا سعداء بالحب، بالحب عيشوا سعداء. فوالا هذا هو دونك اكيد، وناكدوا اللي راهو اي علاقه مبنيه بالحب راهو دوغي دفي تاعها باش تكون في لا نهايه لها. دونك يعطيك الصحه مدام سيده على التدخل نتاعك، اكيد كالعاده تدخل رشيق، دونك فيه الفائده وتحصل الفائده. وانتم كي تحبوا تتفاعلوا معنا تنجموا تكلمونا على 77 288 307، والا على 77 288 322. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه. نمروا وبسرعه وبكل عجاله ونستناو في نون اش باش تقدم لنا في فقرتنا عجيب وغرايب. عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. اليوم في عجيب وغرايب ما عنديش تصويره ولا مقوله ولا فيديو، اليوم عندي حقيقه واقعه، جمله نسمعوها احنا كبنات وتتقلدنا برشا، وخاصه البنات اللي فاتت عمرهم 25 سنه. فاتك الترا. ايوه فاتنا باللي باللي وصلنا لتطور اليوم، ما زلت عنا اكل نظره نتاع الطفله مالها كان دارج لها وصغارها. واي حاجه تعملها نتفهوها بالرغم من المراكز اللي وصلت لهم المراه اليوم، عادي تحقق حاجات كبيره برشا وتخدم وتقرا وتنجح وتسافر، اما يعيبها انها ما عرستش. واكل الجمل نتاعنا عاد اللي احنا كشباب تمرجنا بها، فماشي حويجه وقتها نفرحوا بيك، وقتها ناكلوا برج البقلاوه وغيرهم من الاسئله. واذا عرست تدخل المرحله الثانيه نتاع الاسئله والمرج، حبله فماشي خبر باهي، وجهك اصفر زعما حبله، سمنت زعما حبله، ضغفت زعما حبله، اذا كلامهم صحيح وطلعت حبله، طفل ولا طفله؟ ان شاء الله عايز بيوانس بوه، ان شاء الله طفله حنين عليك، مش كاينه ما زلت صغيره على الصغار والمسؤوليه، افرح بروحك ساعه وعيش ايامك، صغر مش الصغار مش هاربين. وبرشا كلام واسئله ما توفاش، والناس ما يرضيها شيء باللي تعمل. غريبه كيفاش ندخلوا في حاجات ما تعنيناش ونوصلوا نسال ونحيروا جاي حد ينجم هو اصلا موضوع العرس والصغار ديجا مقلقين. وحد ما فاتو ترى الدنيا عندها قوانين، وربي كاتب لكل حد حياته ومقدر له وقته باش يعرس. وراهو كيف تقول لي وقته نفرحوا بيك مش اخلاق ومش تربيه، وانا مانيش مسؤول على فرحتك. تحب تفرح افرح لنجاحي، افرح للي وصلت له واللي نعمل فيه. العرس مش فرحه، العرس سنه ربي. والدليل على كلامي انه برشا ناس عرسهم ما ينجحش وتتحول حياتهم لجحيم ومشاكل وطلاق وطلاق ونفقه وتمرمي. يعني العرس ما عندوش وقت معين، مش العمر اللي يحدد وقته تعرس، مخك هو المسؤول على عرسك. وقت تنضج، وقت تولي مسؤول، وقت تكون حاذر، مش فلوسك هو، اما نفسيا وبدنيا حاذر. ومش خاطر فاتك الترا باش ترضى باللي يجي وتحمل اللي ما يتحملوش اي عبد. والا زاده تخلي امك مثلا تختار لك مرتك وشريك حياتك، لازمك تتحمل مسؤوليه قرارك وتكون قد اللي قادم عليه. العرس مش لعبه، العرس مش ترا ومش عمر، العرس مخ وشريك لبقيه العمر، يعني لازمك تكون قده والا صايب عليك. العرس مخ مش شريك العمر، هذا هو ايفيكتيفمون، لازمك انت تكون مقتنعه به وتحبوا باش نجم تدوم جوستمون المحبه هذيك والعشره هذيك. وعلى ذكر ش وقتاش نفرحوا، وقتاش حتى كي تجيب الصغير الاول هي مازلت يا ربي الاعمال عليك، وقتاش الثاني وهي مازلت معناها يا ربي الاعمال عليك. افكتيفمون هذه هي فقرتنا عجايب وغرايب مع نور التونسي. عجايب وغرايب، عجايب وغرايب، عجيب وغرايب. دونك نجلة عندك متعقبة؟ اي خاطر اللي قالته نور دغدغني شوية. فما برشا ناس اللي كيما هكا في حياة برشا عباد وتحسهم يغلبوا عليهم. يا ودي وقتاش نفرحوا بيك؟ انا مسؤول على فرحتك، افرح شدك شدك افرح. وقتاش ناكلوا برج البقلاوه؟ انا عندي صاحبتي شريت رطل بقلاوه خصيصا للي يقولها وقتاش البقلاوه، تمدلو على البلاصه تفضل. ها برج البقلاوه انطلق.
تخش على البقلاوة مربوطة بك انت، ما كاش ما ناكلوهاش يا خويا، اشري بقلاوة وكل. وكيما فوالا فما أسئلة كما قالت نور راهي ما تدلش على المحبة وما تدلش على الاحترام، اللي هي قداش وقتاش عرس، اش عندك صغار، قداش عمرك، قداش عمرك، قداش تخلص، متفاهمين ولا جبت الصغير لول زيد الصغير الثاني، جبت التوا ولا جبت صغار، ما جبتش صغار، برا الفلان وعلان. معناها تقديم الخدمات المجاني هذايا راهو يقلق الشخص اللي انت تحكي معاه. والله قصدك ولا والله جاك وقصدك من باب معين وقال لك مثال اش احكي معاك تجاوب معاه. اما انت انا ما والله ماذا بين المشرع التونسي بما اني انا قانونيه المشرع التونسي معناها حتى قال الراجل النافذة الصغيرة نتنفسوا منها بالبايب سكرها علينا. لا لا نحب المشرع التونسي بالحق، علاش ما يعملش خطيه ويدخل من باب المخالفات؟ ازعاج اعزب او عزباء اثناء تمتعه بعزوبياته، اللي يجي يقول لي وقتاش نعرفه نضربه بخطيه، يشعف يتوب الربي. يا ربي توب علينا، يا ربي توب علينا باش تهزنا زيزي باهي حاسي الحمد لله والشكر لله. فماشي مشرع اخر المشرع التونسي هذا مطلب والله المشرع حتى يتعمل لنا مجلس النواب باش نقول لهم هذا مطلبي انا دونك اليوم ريالمون لو فات فما عزوف في عن الزواج في مقابله فما تاخر عمر الزواج، لكن احنا نعرفوا الكل المرحلة متاع العشرين 25 هو قمة الإفرازات الهرمونية، فقمة الإنسان اللي يحس بالهوية الجنسية متاعه ويحس بالصورة الجسدية متاعه بأهمية وجوده في المجتمع وفاعليته في المجتمع، فيكونوا علاقات. دوك الناس تكون علاقات، دوك الناس تحاول تخوض التجارب هذية وتحاول تتعرف على التجارب هذية وتتخطب زادة وتنجم تتخطب افكتيفمو وتنجم تلقى افكتيفمو الانسان اللي هي تلوج عليه ويتحبه، ولكن نظرا للظروف ونظرا للظروف كسوة ظروف العائلية وإلا ظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، هذا الكل يخلي كونه الانسان يقعد مرتبط بإنسان بطريقة علائقية فقط. دونك ما فماش معناها معناها ما نخوضوش التجربه بتفاصيلها او بالقواعد نتاعنا الاجتماعيه، يعني يقعدوا اصدقاء مع بعضهم ساعات مده زمنيه طويله، ولكن في الاثناء هي تخسر معناها اعوام من عمرها، هو كيف كيف وينتهي هذه العلاقه بالفشل ولا تمر الى العقد الاوفيسيال معناها فوالا اللي هو الزواج. نجم هو هذه المطروح توا واللي يطرح لنا زوز اشكاليات. الاشكاليه الاولى اللي هي تتمثل في العلاقه هذه تحت انا مسمى باش تحب تحطها، المسمى الصداقه ولا مسمى حب ولا مسمى علاقه عاطفيه ولا علاقه حره، خاطر احنا نحب ولا نكره، رانا مجتمع متفتح، مش الكلنا ملتزمين دينيا ومش الكلنا محتى معناها شادين القانون. دونك يصير وبناء عليه نلقاو الناس اللي وصلت حتى خطبه وبطلت الخطبه ما بيناتهم، قلناها قبل، راهو الوعد بالزواج والمواعده به لا يعد زواجا. الخطبه في كلمتين راهي ماهيش زواج. لذلك ردوا بالكم راهو كي جينا صغير ابن الخطيبين راهو مش يكون عندنا طفل خارج اطار الزواج. واضح. هي الباب الاول، الباب الثاني اللي قلته انت اللي هو اذا معناها العمر قاعد يمشي، هذيك الاشكال المطروح اللي عبد يدخل في علاقه تكون قائمه على المشاعر والاحاسيس وما يدخلش فيها العقل ولا الحساب ولا اقف الساعه خلينا نفهموا احنا وين، تلقاه التدفق نتاع المشاعر هذاك. هذاك اللي خلينا نخسروا عوام كيما قلت. فوالا نستقبلوا مكالمه هاتفيه جينا دو سويت. الو عسلامه. عسلامة. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا بك. لبس عليكم. الحمد لله. شكون معنا؟ خديجة. خديجة مرحبا بك يا للا. دونك اليوم تحب تتدخل في موضوع اللي هو عزوف الشباب عن الزواج. أي أنا عجبني الموضوع برشا، المواضيع هذوما نحب عندي فيهم منقول. أكيد ونحن نسمعوك. كل شيء أنا نحب ساعة نحيي البنية أنس. أي. ما شاء الله عليها محلاها ومحلى أخلاقها ومحلى. اي اخلاقها ما شاء الله. اي ربي يحميها ان شاء الله. المهم موضوعنا العزوف هذايا، عزوف هذا انا توا عزوف وعازف من الاخر. العزوف راهو اذا نقول احنا توا عايشين في وقت صعيب برشا،
تعيب برشا برشا من نواحي الكل. اي قبل كانت لما البنيه كي تتربى في دار بوها تتعب شويه هكا تحس روحها تعبت وتعبت حتى من قضيه من شهورهم ومن قضيه ما كانتش تقرا وما كانتش تخرج تخدم وكذا. اول حل باش تلقاه باش تخرج تمنع روحها يعني تبدل حياتها انه هي باش تاخذ راجل. فوالا كان هو الحل الوحيد اللي قدامها. هذاك هو يعني على اساس انها كي باش تخرج هي حطت مكسب كبير برشا وبعدت من الهم اخي هي تلقى روحها ساعات غطت في قلب الهم. صحيت. المهم توا لما البنيه ما شاء الله فهمت وقرات وثقفت وعرفت الدنيا كيفاش فهمت كل شيء تلقى روحها هي سندها الوحيد روحها تسند روحها فهمت بقرايتها بشهادتها بخدمتها بفلوسها هذه اول حاجه تحققها بعدين الراجل كما قالت البنوطه نور قالت بعد ما يش الراجل ماهوش هيرب يجي بطبيعته يعني هكا ثم البنيه المراه مليقله وتخدم وعندها استقلاليتها افكتيفمون الماديه والاجتماعيه اي فوالا والراجل هذه توا المراه هذيك علاش وخرت شويه هكا وزيد خذوا فكره انها كانت المراه توا مكثر برشا برشا نشوفوا فيهم في واقعنا في الصيف عارف وفي الشتاء تولي قضايا في المحاكم وتولي حاله حليله صحيح مع معدل الطلاق ديجا قاعده ترتفع دونك مؤشر معناها خطير خطير جدا اي كانت قبل المراه مش في البنيه مش في بيتها تعرف تصديرها وحنا وفي الجو هذاك وكذا فهمت طهر كي فهمت الدنيا وتشوف في حاجات واقعيه قدامها وتشوف في امثال قريبه من عائلتها من المحيط القريب نتاعها من الناس البعيده تعلمت فهمت انه هو الراجل مش كل شيء تصديره وكذا ثم مسؤوليه من بعد ثم حاجات كبيره برشا ثم يلزمها الساعة الراجل تحسن اختيار برشا 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 أي. يعني مش وين تويتي ترمي روحها ياما بنات كبروا في العمر وتقول لك خلينا ناخذ كهو باش يفوت يطرا ونمشي ناخذ وتندم اشد الندم انا احكي لك عن تجربه قريبه برشا ليا فهمتني قريبه برشا اختي اللي هي يعني شديناها احنا ليه وكبرت وبراخوذ خذيت ومعناها ما طولتش وماكسيموم يقعد عام ونص ولا قديش وصي مش يكون حد على روحه على خاطر كان هذاك هو الهدف كانت فهمت تلزت لزيناها الناس الكل والمجتمع وش بكل تو وكذا زربت روحها خذيت لا حب لا حتى شيء من غير لا قلبت لا عرفت لا خالطت لا شافت اخي طلع من بعد حكايه فهمت هذا ايش نحكي لك يعني وهذاك علاش العباد البنات تعلموا وفهموا انه هو الراجل لازم الساعه ندرس روحي قبل ونحبه لازم تاخذ عن حب تحبه هو الساعه اولا لازمها تعرف روحها شنو تحب بالضبط وشنو تنتظر من الزوج بالضبط باش نجم من بعد تحسن الاختيار افكتيفمون قبل ما نحب حتى حد نحب روحي الساعه باش نرضى باش نرضى باش نجم هي تحب خاطر ما تحبش روحها باش تحب غيرها اي باش نرضى باللي انا فيه نحب روحي نحب ديني نحب مظهري نحب خدمتي نحب كل شيء يخصني نحبه الساعه بعدين توا نحب توا يجي اللي باش يتحب بطبيعته يفرض روحه واللي باش نحبوه يفرض روحه باش بالاحترام اختي واضح يلزم الاحترام احترمني نحترمك هذا هو مش هذه انا راجل وانت امراه ولا انت امراه وانا راجل لا احترمني قدرني اعمل لي قيمه وشوفني شنو تكون معاملتي معاك وهذاك باش تطيب العشره وهكا باش تطوال اكل العشره نتاع بين الازواج ويجيبوا صغيرات في كنف حب وتفاهم وكل شيء من الاول اما الدنيا بالحق صعبت وشباب ولا خالص توا راجل يقول لك انا توا براسي نطر مصروف نخدم اللي يجي خاصه العباد اللي هذاك هو مجتمعنا فهمت لا قطع نهار وكذا يمشي يخدم يقول لك هاو هذا يعجبوش يعني ليا انا قهوتي ومصروفي دخاني وكذا يفكر يقول لك انا نعمل مسؤوليه ونعمل عيله من بعد مين كيفاه انا روحي تو يعجبنيش قادها يا سيدي عرست ولميت وتنوشت وكذا ومن بعد
ثم كري وثم عيله وثم صغار وثم وهو راهو هذاك اعز حاجه ان العباد انهم ولوا يفكروا بالقدا قبل ما يعملوا الحاجات هذيا. العزوف لا الله غالب هذيك حاجه مفروغ منها الناس كلها توا كي نساء ورجال يعني منا ومنا مش يعني البنات عارفين ولا الاولاد كل من جنسين عليه على خاطر فهموا الواقع وفهموا الدنيا وزيد وقتنا توا صعب برشا برشا برشا. واضحه الفكره يعطيك الصحه يا مدام. ما طولتش عليكم. لا بالعكس وربي يونسكم ببعضكم يعطيك الصحة وميرسي بوكو على التدخل. شكرا جزيلا. دوك هذا هو فانت كونت الكلهم يحكيوا على دوك نقاط الكل أجمعوا الناس الكل على حسن الاختيار. يقول لك اليوم فما خوف كبير وكبير جدا في اختيار الشريك. يقول لك العلاقة معناها أوفيت قرار الزواج يرتبط ب مدى اقتناعك بالشخص وبالطرف المقابل أم لا. كان يحس الطرف اللي اختاره اللي هو هذاك هو الإنسان الوحيد اللي نجم يكمل مع حياته مقتنع به 100% دوك أوتوماتيكمون باش يرضى باللي يجي باش يعمل تضحيات كل واحد من شيرته لين يوصلوا افكتيفمون يلوفيسياليز العلاقة اللي ما بيناتهم. ولكن الإنسان اللي مازال ما لقاش ماهوش مقتنع 100% ولقى الانسان اللي فيه حاجات تنجم تمشي معاه وفي حاجات اخرى بتتخوى ما يقدرش باش يقبلهم ولا يعيش يتعايش معاه، لهنا يكون القرار نتاع الزواج صعيب اذا ما وصلش للرهاب الاجتماعي وفشلت العلاقه ويحاول يعاود من الاول وجديد باش يلوج على شريك ينجم يكون هو الشريك المثالي اللي نجم يكمل معاه حياته. اليوم شنو هو الشاب او الشابه في تونس شنو ما لي كريتير دونك المواصفات اللي يلوج عليهم عند الشريك باش ينجم يقتنع به؟ اسكو المواصفات اكثر ماديه ام اكثر نفسيه او اكثر اجتماعيه؟ شي نجمو نحن نطنعوا اليوم علاقاتنا على شنو مبنية بالأساس باش نجمو نوصلوا نقولوا راهو هذا شريك المناسب نجم نكمل معاه حياتي. رنوش خلينا نحكيو من الواقع. أي؟ إذا ما فماش هي الدنيا ما هيش فلوس، لكن ده؟ إذا ما كانش فما اكتفاء مادي باش يكون فما برشا صعوبات في أنه تنجح الأسرة. علاش نقولوا مثال حد يخدم بنهار وكيف ما قلنا احنا بكري باش يروح ستريسي هاو كري هاو مي هاو ضو ستريس هذيك باش يرجعوا على مرته اوتوماتيكو على مرته صحيت باش يصيروا مشاكل يمكن تعمل اختلال اسري لهنا يعني الماديات اختلالات عفوا الماديات مهمه برشا مش لازم يكون انسان لباس عليه لكن الاكتفاء نعمة صحيح. الحمد لله هذه الجانب لو نحن نقولوا يكونوا ميسورين الحال اكزاكتومون ميسورين الحال تعرفوا اللي تنجموا تقيموا بعيله وبدار صحيح. كيف ما نقولوها احنا بلغتنا العاميه الحاجه الثانيه زاده رد بالك تعمل كفاز بعد العرس توا يتبدل كيف ما قالت نور اذا حاجه ما تبدلتش قبل العرس وما تبدلتش من توا راهو صعيب برشا باش انه توصل تتبدل في مراحل اخرى هذه حاجه اخرى. والحاجه الاخرانيه واللي هي اهم ما تحبوش بعضكم ما فماش حب قبل العرس ما فماش حب بعد العرس العشره عشره اي فما شكون التعود الاستئناس الاستئناس يمكن يقول لك بالعكس يقول لك المواقف تخليني كوني انا نحب الانسان هذاك افكتيفمون العشره والمواقف اي تخليك كوني فما معناها وديجا نحن حكينا عليه الموضوع هذايا في برنامجنا نحكي وقت قلنا اسكو الحب يجي قبل العشره ام العشره تجي قبل الحب فما يقول لك لا راهي الحب وبعد فان كون تسلسوا بعضها تولي عشره وفما يقول لك لا رانا نحن تلمو سنسنا ببعضنا بالمواقف اللي نحبوا بعضنا دونك لهنا اللي تقول فيه انت صحيح وراي يحترم لكن قلت كون فانت كونت حتى من العكس زاد موجود صحيح موجود اما انت ولا انت والشخص راه انت وانت شنو تحب انت مربوطه بالقناعات بالقناعات الشخصيه والانتظارات زاد بالانتظارات وبالمبادئ زادت تنجموا تكونوا فما حاجات انت ما تقبلهاش وماكش باش تقبلها وما غير ما تقبلها كي انت حاجه ما تعديهاش ما تعديهاش فوالا يوسف جوست تقولوا نحن فما شك لكونك انت مش باش تتقبل حاجات معينه
فاعرف راهو من الاول كاينها حكمنا عليها ديجا العلاقه بالفشل من قبل اصلا ما تخوض التجربه. يقول لنا سيد المخرج معانا مكالمه هاتفيه. لا مازلت شويه. لا دونك تحب تضيف حاجه اخرى راني اي وحاجه اخرى كل حد حكى على نوع تاع حب مدام نجمه حكى على اربع انواع لكن النوع اللي الحق انا نؤمن به هو تقابل ارواح. داكوغ. لا نحب العشق معناه اي نتاع مثال ناخذ وضعيه نتاع انسان اعمى لا شافك اعمى وما يسمعش مثال باش ضرير. تحب بعينيك ماكش لا تسمع لا في صوت لا في طراه لا في حد شيء وصارت هذاش اعمى ما يحبش يحب ضرير ضرير عفوا يعني لكن ضرير ما يحبش يعني ما يسمعش ما يحبش يحب والحكي الكل مربوطه بالارواح لا اكثر لا اقل. داكا اوكي ايفيكتيفمون وخاصه كيف ما قالت قالت نجله دونك لكن حاب الروح سي ابتلاء ولا يتسمى ابتلاء على خاطر لا سبيل اليكم شي يجي نهار وكل انسان هذاك ينجم يبعد ولا ينجم يكره ولا ينجم يموت تموتك العلاقه ذيك ولا تموت شعله الحب راه فما فرق ما بين ايفيكتيفمون العشره على خاطر شعلة المحبة تطيح دوك تقعد نقعدوا عشرة وما بين تقعد ديما لافلام دامور اللي توجور اليومي دوك شعلة المحبة تقعد ديما تشعل وهذا هو اللي نحنا بريسك الناس الكل لا سيغتو نسي بويسكو نحنا عنا الجانب العاطفي دونك ينمو اكثر من الجانب العقلاني دوك ديما نقعدوا نحكيوا بتاتر على الرومانسيه على المحبه كيفاش نجموا نعزوا العلاقه بين زوج اشخاص كيفاش نحاولوا نحافظوا على الحب هذاك باش ما يموتش كيفاش نرعاوه ايتترا دوك كون ديما ثقف انتظاراتنا كبير وكبير برشا قدام الطرف المقابل. معنا معناش مكالمه هاتفيه دوك تعذر الاتصال ايفيكتيفمون نخرجوا ملا استراحه موسيقيه نبدلوا بها الجو الناس الكل دونك اكيد تسمع في البرنامج هذا.